حياكم الله مشاهدينا، وصلنا معكم إلى آخر موضوعات حلقتنا لهذا اليوم، ومع بلدية مدينة الشارقة، حيث اختتمت بلدية مدينة الشارقة فعاليات الملتقى الثاني للهندسة الذي جاء تحت شعار هندسة المستقبل، ليعكس رؤى وتوجهات البلدية خصوصا في قطاع الهندسة والمباني وفي مواكبة المستقبل، وذلك من خلال طرح وتقديم العديد من ورش العمل والمحاضرات التي استهدفت مختلف الفئات. تفاصيل ختام الملتقى الثاني للهندسة نتابعها في هذا التقرير. برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت بلدية مدينة الشارقة فعاليات ملتقى الشارقة الثاني للهندسة الذي جاء تحت شعار هندسة المستقبل، بهدف تسليط الضوء على أبرز الحلول الذكية التي سيتم تطبيقها في المستقبل للارتقاء بكافة الأنشطة المتعلقة بالهندسة الإنشائية والمعمارية والتخطيطية، وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وعدد من المهندسين والمنظمين. نحن نتكلم اليوم عن تكنولوجيا، نتكلم عن شيء يعني اللي ينجز في أيام، ينجز في دقائق، التواصل كله عن طريق الكمبيوترز، عن طريق التواصل، عن طريق يعني أمور متقدمة جدا حقيقة. يعني نحن اللي شاهدناه البارح من خلال يعني اللي حصل، يعني شفنا شيء رائع جدا، شفنا أطفال جايين يعدونهم كيف يكون مهندس، شفنا ناس في الثانوية العامة، وشفنا في جامعات كذلك. يعني فيه نوع من التنسيق ما بين البلدية وما بين الدوائر المختلفة وكذلك المدارس والمعاهد والجامعات، هذا كله نعتقد في المستقبل راح يصب في مصلحة حكومة الشارقة وحكومة الإمارات، بأن نحن دولة متقدمة، وهذا هو المطلوب. نحن نتكلم عن 2020 2050 بل و2070، نحن لو وصلنا الفضاء الآن فلله الحمد. أنا كإماراتي، صح أني رئيس الاتحاد العربي، لكن كإماراتي فخور جداً بأن أشارك في هذا يعني الملتقى. شهد اليوم الثاني جلسات حوارية شاركت بها البلدية وعدة دوائر حكومية، وتناولت الجلسة الأولى الحديث عن تقنيات الثورة الرقمية وتوظيفها لتطوير العمل الحكومي، بينما تناولت الجلسة الثانية الحديث عن التخطيط الحضري المستدام لبيئة عمرانية مستدامة، بالإضافة إلى الجلسة الثالثة التي تناولت دمج التقنيات الحديثة في القطاع الهندسي والعقاري. اليوم نتشرف بالمشاركة في الملتقى الثاني للهندسة، الملتقى بعنوان هندسة المستقبل. اليوم الثاني معظم الشغلات الورش راح تكون دائرة، أربع ورش موجودة دائرة اليوم، بالإضافة للمعرض المصاحب للملتقى، كذلك الجلسات الحوارية الموجودة في الملتقى. الجلسة الحوارية الأولى اللي يديرها الأستاذ ماجد السويدي راح تتكلم عن الثورة الرقمية في الهندسة، في نخبة من الخبراء والمقاولين والاستشاريين الموجودين، كذلك الدكاترة والشخصيات المهمة والرئيسية والدوائر المحلية والحكومية اللي مشاركة معنا في الملتقى. بلدية مدينة الشارقة تحرص على نشر خبراتها الهندسية لجميع المعنيين ومواكبة المستقبل وفق أفضل الطرق والمواصفات واعتماد أفضل المعايير تحت مظلة التميز والنجاح لتحقيق رؤى وأهداف الإمارة الباسمة. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم، وللحديث أكثر حول تفاصيل وتوصيات الملتقى الثاني للهندسة الذي اختتمته بلدية مدينة الشارقة، يسعدنا أن نرحب اليوم بضيوفنا في الاستوديو بكل من المهندس علي الخميري رئيس شعبة التدقيق الإنشائي بإدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة، والمهندسة شهد الحمادي مهندس معماري بإدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة. أهلا وسهلا وحياكم الله. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. مهندس علي، خلنا نبدأ وياك في البداية، نتكلم عن هذا الملتقى بشكل عام وفكرته. الملتقى هذا يعني في البداية أنا أحب أمسي عليكم وعلى الجمهور الكريم، حياك الله، وأحب أني أنا أشكركم الصراحة شكر كبير على تغطيتكم الأكثر من المتميزة لهذا الملتقى هذا. وصراحة ما قصرتوا. ملتقى الشارقة الثاني للهندسة
الفكرة من الملتقى نفسه أنه كان انعكاس لرؤية وتوجهات موجودة من قيادتنا في البلدية، وطريقة تفكير كانت يعني بدت من نقطة، وكان التفكير جدا كبير أن احنا نبغي نوصل لمرحلة أن احنا نقدر أن احنا نوصل خبراتنا اليوم احنا كبلدية الشارجة، ونقدر أن احنا نستعين بخبرات من خارج البلدية أيضا أن تقدر توصلنا أن احنا ندفع بعجلة التطور، وأن احنا نقدر نوصل لمرحلة أن احنا نكون فيها مع تشريع واضح مع جميع المتعاملين بالنسبة للبلدية، وطبعا هي عجلة التطور اللي موجودة اليوم في إمارتنا الباسمة جدا جدا مهم أن نكون احنا يعني سبب أو القدوة في أن احنا نمشي مع الركب هذا. نعم. فكانت الفكرة في الملتقى هذا أن احنا اليوم نوصل فكرة ونكتسب خبرة آخر ما توصل إليه العلم في ما توصل لها العلم في مجالنا اليوم كهندسي أو وضع السياسة اللي موجودة اليوم عندنا. نعم. بطريقة جدا ملائمة وواضحة للعاملين معانا وللفئات اللي مستهدفة عندنا. جميل جدا. مهندسة شهد، ما شاء الله يعني هذا الملتقى تحت شعار هندسة المستقبل، فما دلالات هذا المسمى أو هذا الشعار؟ أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة. حياك الله. بالنسبة لهندسة المستقبل، هي كانت هندسة المستقبل هي تعكس مفهوم واستعداد البلدية للمستقبل، وحتى في هناك يعني تغيرات راح تصير في آلية العمل عندنا، وراح يكون في تطورات. وبنفس الوقت هي هندسة المستقبل هي في إطار استراتيجية دولتنا للاستعداد للخمسين عام القادمين. جميل. فيعني إن شاء الله الله يقدرنا ونكون قدها، ويعني نقدر نواكب المستقبل والتطورات ونقدر نثبت نفسنا إن شاء الله. إذا هذا الاستعداد للعام الخمسين من خلال تطوير أو استقطاب الخبرات والاستفادة من الخبرات المختلفة لآخر ما توصل إليه في مجال الهندسة. هناك يمكن جهات معينة يتم التعاون معها من خلال هذا الملتقى، فما هي هذه الجهات؟ نعم، هناك جهات، في جهات عديدة شاركت معنا في هذا الملتقى، وكانوا أحد الأسباب الأساسية في أن احنا اليوم مثل ما يقولون شاف الملتقى النور يعني. طبعا في دوائر، الدوائر الحكومية اللي موجودة في إمارتنا الباسمة هي الدوائر اللي لها باع كبير أو خبرة كبيرة في الهندسة. نعم. هي كانت الدوائر المساندة والمساعدة لنا احنا اليوم في هذا الملتقى. كذلك لا ننسى بالذكر الاتحاد العربي للاستثمار والتطور العقاري. نعم. كانوا يعني من الجهات اللي جدا ساهمت وساعدت وكانت موجودة معنا، والصراحة كانوا جدا جدا يعني متعاونين. نعم. جميل. نشوف على شاشة هذا جانب من ما تم في هذا الملتقى، ونشوف أيضا حضور كبير لهذا الملتقى، ومثل ما ذكرت هناك تم تقديم يمكن العديد من الورش. يمكن في لقاء سابقنا نحن يعني استباقي لهذا الملتقى كنا نتحدث عن أن الملتقى بيكون على مدى يومين. في اليوم الأول ورش تعليمية أو تدريبية مختلفة مقدمة يمكن حتى للطلبة والخريجين اللي في مجال اللي حابين يتخصصون في مجال الهندسة والاستفادة من الخبرات الموجودة. واليوم الثاني كان مخصص أكثر للجهات والهيئات المشاركة. مهندسة شهد، في نتحدث خلينا أول شيء عن اليوم الأول وبعدين نتطرق عن اليوم الثاني. ماذا تم في اليوم الأول؟ في اليوم الأول كان في جلسات حوارية للمكاتب الاستشارية، المقاولين، البلديات التابعة للإمارة. كان بعد في جلسات حوارية مع الشباب.
كان في إطلاق كتيبات. جميل. كان في معارض، كان في ورش عمل، وكان في بعد محاضرات تشمل يعني تخصصات مختلفة، منها محاضرات المعمارية والإنشائية اللي حتى يعني كانت تلقى من قبل موظفين في البلدية ومن قبل حتى طاقم أكاديمي من الجامعات اللي تعاوننا معاهم. جميل جدا. شو هي أهم المحاور اللي تم التركيز عليها من خلال هذه المحاضرات؟ يعني شو الفكرة اللي حابينكم توصلونها كنتوا للطلبة اللي حضروا؟ مثلا كانت في محاضرات عن المباني الذكية، عن المباني الخضراء، الاستدامة، ومواضيع إنشائية مختلفة. وفي اليوم الثاني كانت بعد الجلسات الحوارية تتكلم أو محاورها بمعنى أصح هي عن دمج التقنيات الحديثة في مجال الهندسي والعقاري، وكانت بعد عن التخطيط الحضري المبتكر للبيئة العمرانية المستدامة. جميل. وأيضا تقنيات الثورة الرقمية وتوظيفها في الأداء الحكومي عشان نحن نقدر نستفيد منها. ما شاء الله. وهذه كلها خبرات يتم الاستفادة منها من الجهات المختلفة وأيضا المتحدثين اللي كانوا موجودين في هذا الملتقى. مهندس علي، أنت شاركت على حد علمي في ورشة من هذه الورش في هذا الملتقى، بماذا شاركت؟ هي نعم، أنا الورشة اللي كنت مسؤول عنها بشكل أساسي كانت ورشة بعنوان مهندس المستقبل. جميل. في هذه الورشة كانت الفكرة اللي تم طرحها فكرة ابتكارية، يعني فكرنا فيها بطريقة مختلفة. ما هي هذه الفكرة؟ الفكرة هذه اليوم أنا كمهندس علي الخميري رئيس شعبة التدقيق الإنشائي، في بدايتي في مع 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 مع, مع, مع بلدية الشارقة كنت مهندس موقع. نعم. فالفكرة اللي كانت موجودة عندي أنا أني أنا أوصل المعلومة هذه للمهندسين اللي هم مهندسين المستقبل اللي موجودين، اللي هم الطلاب اللي يزاروني. فكانت الفكرة اللي موجودة عندي أني أنا أرويهم بالواقع الافتراضي اللي هي تقنية VR. تم استخدام هذه التقنية لعرض موجودة، كانت جميل موجودة جدا، وعرضناها الحمد لله، وتم يعني ما شاء الله كان في إقبال كبير عليها، وما شاء الله الفيديو يعني لاقى إعجاب كبير من كافة الفئات. يعني أنا كنت في الأساس كنت حاطنها لفئة الثانوية العامة، أن شباب بيتخرجون إن شاء الله السنة اللي بعدها وبيدخلون الجامعة، فكانت الفكرة الأساسية أني أنا أحببهم في الهندسة. اختيارك كان موفق باستخدام هذه التقنية. الحمد لله كانت توفيق، ولا ننسى طبعا الثقة من الإدارة العليا. يعني الصراحة في كل فكرة كنا موجودين فيها أو فكرنا فيها كانوا جدا جدا متعاونين، وجدا يعني ما قالوا لنا لا لأي فكرة فكرنا فيها. ما الذي تم التطرق له من خلال هذه الورشة اللي هي مهندس المستقبل؟ الورشة كانت عبارة عن حياة مهندس موقع في يوم عمل عادي. يعني من البداية، من يدخل الموقع، شو الأشياء اللي راح يحتاجها، شو الأشياء اللي ممكن إنه محتاج إنه يشوفها، شو الأشياء اللي بيركز عليها، يعيش التجربة يعني من خلالها 100%، يعيش الموقع كامل بكل تفاصيله يعني. فبعد ذلك، بعد ما أنا أخلص مع الطالب نفس الفيديو، يكون في عرض تقديمي، والعرض التقديمي الغرض منه تحبيب الطالب نفسه للهندسة. ما في انحياز طبعا لتخصص، هو طبيعي. انا في الفيديو انحست، كان في انحياز بسيط لتخصصي انا كمهندس، لان الملتقى اصلا للهندسة يعني. فكان نعم. كان في تحيز بسيط للفيديو ان انا مهندس موقع، فكنت ابغى ارويهم شغلي انا اليوم كمهندس موقع، شو اللي اشوفه في الموقع. الفكرة اللي كانت بالنسبة للعرض، العرض التقديمي اللي ما بعد الفيديو، كان ان في من الطلاب اللي ممكن انه ما اخذ فكره المهندس الموقع 100% وما انعجب فيها، خلينا نقول بنسبه 100%. فكنت انا احاول اني انا احببه في التخصصات المتبقيه في الهندسه، واشرح له ان الهندسه نفسها مش نفس اللي احنا كنا. يعني مثلا انا عن نفسي اذا بتكلم عن تجربتي الشخصيه، كنا ماخذينها في الثانويه انه مجرد هندسه وشغله ممكن ان تكون صعبه
صح. مجرد هندسة بس، لكن تصحح المفهوم 100%، ان انا مش فاهم التخصصات اللي موجودة، مش فاهم ان الهندسة من ثلاث تخصصات أساسية اللي أوجدت لحاجة الإنسان في بداية حياته على وجه الأرض نفسها، ان انا كنت محتاج اني انا بيت فاحتجت التخصص الإنشائي، ومحتاج اني انا النهضة العمرانية بشكل عام مبنية على المهندسين يعني، نعم كافة مجالاتهم. ففي نفس الوقت اني انا بوجههم ان في تخصصات جديدة ونادرة يعني ومحتاجينها، واليوم احنا ما نتكلم بس كمهندس انشائي او انا اتكلم كاماراتي، اليوم احنا نحتاج يعني شباب واخواننا ومهندسين المستقبل يكونوا موجودين في كافة التخصصات اللي ان شاء الله بيكونون ان شاء الله، وانت خير مثال طبعا. الحمد لله ما شاء الله. مهندسة شهد، مشاركتك في هذا الملتقى كانت من خلال ماذا؟ شاركت في الملتقى بإطلاق يعني كتيبات. على ماذا احتوت هذه الكتيبات؟ الكتيب الأول كان يعني يتضمن برنامج تدريبي لطلبة الجامعات يخص الهندسة المعمارية بس، على أساس أن الطالب كإحدى متطلباته عشان يتخرج من الجامعة أنه يسوي تدريب عملي صحيح في أي مكان، فلما يجي البلدية يتدرب عنه يكون عنده كتيب جاهز ملم بالضبط للهندسة المعمارية، يعني متخصص بالهندسة المعمارية، وأنها الطالب يمر على قطاع الهندسة والمباني كامل، كل الإدارات سواء إدارة ترخيص البناء، رقابة على المباني، إدارة الهندسة، التفتيش وغيرها. جميل. كيف كان إقبال الطلبة خصوصا اللي حابين أنهم يتعلمون أكثر عن هذا المجال، مجال الهندسة؟ كيف وجدتي يعني ردود أفعالهم، إقبالهم، أسئلتهم؟ الحمد لله يعني الكتاب أو الكتيب معنا صح عجبهم، لأنه كان يعني في شرح عن كل إدارة، عن الخطوات، آلية تنفيذ المهام، شو المتطلبات مثلا من ورقيات، موافقات دوائر خدمية، مثلا موافقة مالك، عقود ما بين مقاول واستشاري، فيعني هو كان كتيب يوضح كل شيء بالضبط. نعم جميل جدا. هذا الملتقى استمر على مدى يومين، بالتأكيد عند ختام الملتقى هناك يمكن توصيات معينة، يعني جزء من هذه التوصيات التي تم الخروج بها من هذا الملتقى. التوصيات اللي احنا خرجنا فيها من الملتقى كانت تحويل الخدمات الهندسية في بلدية مدينة الشارقة إلى خدمات رقمية. أيضا كان عندنا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة إنهم لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة. جميل. وفق يعني معايير واشتراطات عالمية. نعم. كبيرة. أيضا استخدام الأفكار الإبداعية للأطفال واليافعين اللي تواجدوا وحضروا بالضبط. جميل. في المشاريع الحكومية. أيضا عندك الحفاظ على المباني التراثية وعلى المناطق التراثية. جميل. اللي هي ذات معنى يعني معنى مادي ومعنوي. بالإضافة لهالشيء احنا إحدى الكتيبات اللي أطلقناها كان اللي هو نماذج المباني التراثية، هو كان كتيب يحتوي على 5 نماذج مباني. جميل. تراثية لوحدات سكنية مصغرة أو نقدر نقول عنها اللي هي الملاحق، يعني أن أي مالك حاب أنه يكون عنده مثلا ملحق على طابع وطراز تراثي يقدر يستخدم. جميل. هالنماذج. جميل. مهندس علي، يعني كونكم أنتم كمهندسين، ما الذي يعني لكم مثل هذه الملتقيات التي تقام وتخصص للهندسة وما أهميتها لكم؟ بالنسبة لنا وجود ملتقى مثل ملتقى الشارقة الثاني للهندسة وجوده جدا مهم، وذلك لأسباب عديدة صراحة. من الأسباب أن بالنسبة لنا احنا اليوم كمهندسين احنا محتاجين تشريع وتوضيح التشريعات الخاصة بالنسبة لبلدية الشارقة، بالنسبة للجهات المعنية، للجهات الخارجية، الشركات، حتى الأفراد المشاركين في المجتمع، نشر الوعي بالنسبة للهندسة والإجراءات اللي تتبعها البلدية بيكون لها أثر جدا جميل وجدا يعني متميز على مستوى الإمارة. وبالنسبة لنا اليوم احنا مهندسين بس، اذا بنينا نتكلم فيها من منطلق اخر، احنا نعتبر يعني انا اعتبر مالك واعتبر مهندس،
فعندي الفكرة من الناحيتين. صحيح. فأقدر أني أنا أوفق الأمور هذه وأوضحها من خلال الملتقيات تكون منسقة بطريقة مميزة نفس الملتقى هذا، وطبعا بوجودكم أنتوا كجهة يعني تعرض الشيء هذا أو تدير آلية أن إيصال المعلومة هذه. هذا وإيصال واجبنا. لكن نعم، لكن يعني من خلال المتحدثين اللي أقاموا هذه الجلسات الحوارية والمحاور التي تم التطرق لها أكيد في مجال الهندسة، ما مدى استفادتكم من هذه المحاضرات؟ بالنسبة للمحاضرات اللي صارت خلال اليوم الأول تقصدين أختي عليا، كان في نوعين أو شقين بالنسبة للهندسة للمحاضرات اللي صارت. نعم. في اليوم الأول كانت محاضرات إنشائية ومحاضرات معمارية. طبعا كانت محاضرات جدا 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 مفيدة وشيقة. انا عن نفسي واتوقع انا واختي شهد ما كنا نقدر ان احنا نحضر، لان كنا من الستاف المنظم اللي موجود. لكن بالتأكيد استفدتوا كونكم حضرتوا هذا الملتقى، ولو أنكم ما حضرتوا بشكل كلي لكن وجودكم في هذا الملتقى وتعرفكم على الجهات الموجودة والمقاولين والمهتمين في هذا المجال أكيد أضاف لكم هذه المعرفة. نحن سعيدين بوجودكم معنا اليوم، ونتمنى إن شاء الله نشوف هذا الملتقى الثالث والرابع، وإن شاء الله يكون لمستويات أكبر وأعلى بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق مهندسينا. كل الشكر للمهندس علي الخميري رئيس شعبة التدقيق الإنشائي بإدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة، والشكر أيضا موصول للمهندسة شهد الحمادي مهندس معماري بإدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة. في أمان الله.